أكيد نور، هلا وصلنا لفقرتنا الطبية ورح نتابع فيها عن حديثنا عن مرض السكري اللي بدأناه المرة السابقة مع الدكتور وضيفنا الدائم زياد زودي الاستشاري بالغدد الصم وأمراض السكري، وأكيد رح نحكي أكيد عن السكري الشبابي وسكري الحمل وأنواع الأنسولين. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا. صباحكم أهلا ليا، أهلا نور. صباح الخير دكتور. صباح الفل. بالبداية مثل ما بنعرف صار مرض السكري اليوم بيقولوا له مرض العصر، خلينا نحكي عن أنواع مرض السكري، منا مرض سكر الشباب. احنا ركزنا بالحلقة الماضية نور على السكر اللي بيجي على الكبر، وقلنا انه الخلايا بتفرز الانسولين من البنكرياس اسمها خلايا بيتا، بيكون ما عندها كمية كافية من الانسولين او انه في مقاومة لعمل الانسولين، يعني الانسولين بده يشتغل بس ما عم يقدر يشتغل لانه مثل واحد عم يفتح الباب واحد من الجهة الثانية عم يسكره. هلا النوع اللي بدنا نقول عليه نركز عليه هالمرة هو السكر الشبابي، يلي نحنا بيكون لسوء الحظ انه الخلايا البنكرياس كلها متدمره، بيكون في خلل بالمناعه الذاتيه وما عاد في افراز نهائيا للانسولين، ونحنا بتكون الاعراض هون كثير واضحه وكثير صارخه. بنقول يعني بيصير في بسرعه تعب، بينزل الوزن كمان بتواتر كثير سريع، بيصير بيعطش كثير الطفل، يبول زيادة، يمكن يكون مضيف أو مرة تانية بيرجع بيبول ما عاد يلحق حاله، بيصير في التهابات بولية متكررة، بيصير في ألام بالبطن، لعية نفس بالصف، يمكن المعلمة أو الأستاذ يقولوا للأهل إنه ابنكم كل الوقت شارد ما عم يتابع، ما في تركيز، ما في تركيز. بيكون في كمان يعني بنلاقي وشه صار في هيك صفرار، يعني كل الأمور بتدلنا إنه في شيء لازم ندور عليه. وحتى أوقات الألام البطنية بتكون بتوجهنا بشكل خاطئ، لا يمكن نفكر إنه إذا ما كان الطبيب متمرس إنه التهاب زايدة أو يكون البطن قاسي، لأنه بيصير في ارتفاع بحمض بالدم هو حمض الخلون، لأنه السكر ما عاد إجا الأنسولين وخلاه إنه ينحرق، بيجي بيتحول لحمض هو حمض الخلون وبيعمل مشاكل كتير كبيرة. نعم، يمكن الاستشارات الخاطئة أو اللي يمكن فيه كتير أخطاء بيرتكبوها دكاترة بالتشخيص الغلط، يمكن ما بيكونوا كاشفين عن هاي الأسباب، مثل وجع البطن مثل ما ذكرت الدكتور إنه ممكن يكون غير شيء. تمام. هل إذا أخذ دواء ما إنه مناسب يأثر بطريقة سلبية على مرضه للسكر؟ هلا ليا أهم شغلة إنه إحنا نشخص مزبوط، يعني التشخيص كتير سهل انه نفحص نحن تحليل سكر بالدم، بجوز الشك بزايده مثل ما ذكرت مثلا، بس نعمل نحن حتى لو شك بزايده بدنا نعمل تحليل سكر. وقت نلاقي السكر عالي اوقات في سرعه بالتنفس بصير الطفل بده يحاول يعاود لانه ارتفع الحمض، بده يخلي انه الحمض يطلع من الجسم بتنفس سريع. هي طريقه من الطرق. اوقات منفوت وقت تفوت نحن بحماض خلوني يمكن نغيب عن الوعي ويصير في عنا كوما، نضطر ندخل لعناية مشددة. مشان هيك يعني فحص السكر كتير سهل وعلى ضوءه بنقدر، وحتى لو شكينا هلا اي واحد بده ينعمل له زايدة، اي طفل اي طفلة بده ينعمل لهم زايدة بدنا نعمل تحليل سكر، يعني هذا اضعف الايمان. اذا شفنا السكر عالي لازم نتوجه لشيء ثاني. اوقات رائحة التم بتكون مثل رائحة التفاحة، يلي نحن اكلين تفاحة وتاركينا عدة أيام في ريحة يعني عفن بالتفاحة محمضة، هي وقت نفوت على الغرفة دغري بتطلع الريحة بالغرفة. هلا هالسكري الشبابي بيجي غالبا عند الصغار بالعمر، يعني بأي عمر إذا بدنا نقول ممكن نور تتراوح الأعمار؟ نور، في احتمال يجي السكري الشبابي بأي عمر من الأعمار. هلا احنا بنشوف أوقات عياداتنا بأعمار كثير كثير صغيرة، بس غالبا بيجي عند المراهقين والمراهقات، بس في احتمال يجي عند الكبار. يعني مو معناتها اذا نحن بنقول السكري اللي حكينا عليه المره الماضيه هو السكري بيجي بعد الأربعين سنه، اذا السكري عند شخص او سيده او انسه عمرها فوق الأربعين وصار في عندها اعراض سريعه جدا جدا، في نحول، في تبول كثير قوي، في عندنا عطش كثير قوي، وعندنا سكر عالي كثير كثير، هون العلاج حصرا بالانسولين. هلا الغلط يلي بيصير او اللغط خلينا نقول انه دكتور انا ما بدي اخذ انسولين بتعود عليه، حكينا المره الماضيه عن الموضوع. احنا اذا اخذنا انسولين ما متعود عليه في كثير من الحالات ما
ما بنسأل اصلا لانه في خطر على الحياه. صحيح. مدخل الطفل او الطفله او حتى الكبير بالعمر لان دخل بحاله حماض خلوني على المشفى وبنعطيه انسولين لانه في خطر على حياته. بعدين بنوقف له الانسولين وبنرجعه على الحب. معناتها نحن ما في شيء اسمه متعود على الانسولين. يمكن بدنا نقول اذا سكر الشباب مع المراهقين او اكثر المصابين فيه المراهقين، شو السبب الاساسي؟ اذا بنقول اختلال الهرموني او سبب وراثي او العامل الوراثي نور محدود عند هلا في استعداد وراثي، بس الاستعداد الوراثي بالسكري الطفلي هو اقل بكثير بكثير من الاستعداد الوراثي عند السكري اللي بيجي على كبر. بس نحن مثل ما قلنا انه في خلل بمناعه ذاتيه، بنعمل تحليل دم ومنعمل شيء بيسموه تحري عن الاضادات، بسموها باللغه الاجنبيه انتي بودي باللغه الانجليزيه، بتكون عاليه في نوع من الاضادات يلي هي بتهاجم خلايا بيتا يلي بجذر لونجرهانس موجوده بالبنكرياس. هي بتكون عاليه وبتعطينا انه مؤشر انه صار في تدمير لخلايا بيتا. ليش بيصير هالشيء ما بنعرف، بس بتكون في خلايا فيها الانتي بودي ايجابيه، انسولين واطي كثير كثير او معدوم نهائيا، سكر عالي كثير كثير، عطش كثير قوي، تبوال بشكل رهيب، وبتجي الاعراض بسرعه. السكري اللي بيجي على كبر يا نور ويا ليا اوقات نضل سنتين وثلاثه لحتى نشخصه، يعني على مهله وقت نشخصه نحن بنقول انه في بين السنتين للخمس سنوات هو السكر موجود. وحتى اوقات بيروحوا بيصير معهم اعراض انه بيروحوا عند دكاتره قلبيه بيعملوا لهم قسطره، بنلاقي انه في شرايين اكليليه مسدوده، بنحط لهم شبكه، بعدين بنحلل السكر بنلاقي السكر عالي. ومن زمان وبنعمل الخضاب السكري اللي هو بيعطينا تحري عن السكر من ثلاث شهور لهلا، بنلاقيه انه عالي كثير. معناتها في اختلاف كثير بالاعراض. نعم اكيد. بما انه عم نحكي عن الانواع، خلينا دكتور شوي نتطرق لسكري الحمل عند النساء. يمكن هذا من اهم المواضيع ومن اهم يمكن الاضاءه على هيك تمام. مرض او يكون في توعيه اكثر بهذا الموضوع، خلينا نحكي عنه. ليا السكري الحملي هو بدنا نقول يا اما السيده قبل ما تحبل كان مع سكري، بتعرف حالها مع سكري وقت حبلت صار سميناه سكري حملي. هلا اغلب الحالات بتكون في استعداد وراثي. اي سيده عم تشوفنا هلا عبر الاخباريه وجايبه ولد او بنت وزنها بالاربعه كيلو وما فوق، هي سيده رح يصير معها سكري حتى يثبت العكس. نحن ما ولا سمح الله، بس انه كل سيده جابت وليد وزنه كبير. ليه؟ لانه السكر وقت يعلى نور بالدم عم بيفوت على عند الجنين صار في سكر زياده فبيساهم. يعني نحن بدنا نحكي هلا شو بيصير عند الحامل يلي مع سكري وسكره مانو مضبوط، انه رح يجي ولد كبير، كيف بدنا نشخصه؟ هلا بدنا نحكي عن التشخيص، كيف بدنا نشخص عند وحده حامل انه عندها استعداد يصير عندها سكري؟ اذا السائل الامنيوسي عندها اكثر من اللازم، عم تراجع الطبيب او طبيبه نسائيه وشافوا انه السائل الامنيوسي زياده، شافوا عم بيصير احنا بنسميها باللغه الاجنبيه ماكروزيميا. شو يعني؟ يعني جنين عم يكبر بسرعه اكثر من اللازم، هي ما لها علامه ايجابيه. وقت يكبر الجنين بسرعه اكثر من اللازم رح يصير في صعوبه اول شيء وقت تولده بطريقه طبيعيه، يمكن ما قدرت تولده بطريقه طبيعيه، غير انه بصير نقص بالمناعه كمان بالايام الاولى من حياته، رح يصير عنده صعوبه تنفسيه، يصير عنده مشاكل تنفسيه، وغير انه الخلايا اللي بتفرز الانسولين عنده رح تتضخم لانه عم يجي سكر كثير. وقت يولد رح يصير عنده احتمال كبير يصير عنده هبوط سكر، وممكن يعني هو يكون مصاب بمرض السكري. ممكن هلا هذا نور وقت بالمستقبل ممكن الوليد اللي بيجي وزنه كبير هذا عنده يصير استعداد يصير عنده سكري اكثر من غيره، بس بوقت متاخر يمكن مو سكري الشباب. تماما، هذا بصير عنده استعداد يصير سكري على كبر لانه من وقت ما ولد كبير وراح يصير عنده مشاكل. نحن برنامجنا هو برنامج توعوي. الرساله اللي بدنا نوصلها لكل مشاهدينا عبر القناه الكيل بتجنن انه كل مين عم يشوفنا بده يحاول ينتبه للموضوع. ما بدنا توصل القصه انه اي سيده تولد ولد يعني وليد وزنه كبير،
معناتها لازم نحن الوقاية كثير مهمة. الفحص الدوري قديش مهم؟ يعني مثل ما قال الدكتور انه في ناس بعد سنتين وثلاثة بتكتشف مرض السكري، قديش اكتشافه يمكن بوقت مبكر بيساعد على ثبات مرض السكري، يعني ما بيكون عنده مشاكل زيادة، نحن دائما بنكتشفه فجأة مثل ما قلت بعد سنة نور. نحن جهاز فحص السكر كثير مهم يكون موجود بكل بيت. وفي كثير اعتقاد خاطئ وشائع انه جهاز فحص السكر هذا كذاب وما بيعطينا النتيجة النتيجة مضبوطة، وأنا بديروا على المخبر والمخبر قدام بيتي. كثير مهم مثل ما ميزان الحرارة يكون موجود بكل بيت، جهاز الضغط يكون موجود بكل بيت، جهاز فحص السكر يكون موجود بكل بيت. في عنا أجهزة كثير دقيقة وموجودة بأحسن مشافي بالعالم. لازم نحلل السكر بعد الطعام ساعتين من وقت لوقت لأي فرد من أفراد الأسرة. فإذا صار في، نحن بدنا نقول على شغلة، الأطباء النسائية بيقولوا الحمل هو 9 أشهر، نحن بنقول أطباء الغدد 10 أشهر. نعم. لأن في شهر هو تحضير للحمل. إنه إذا صار في تحضير جيد رح يصير في تعشيش جيد ورح يصير في حمل سليم أكثر. نعم. إذا الله راد. بس دائما نحن اعقل وتوكل، يعني صحيح. ما بدنا نعتمد إنه هيك بده الله، نحن دائما ماشيين هيك بده الله. نعم. دخيل اسمه لله. الطب عم يتطور. نحن بدنا نكون لاحقين كل المواضيع واكثر وعي بالموضوع. دكتور معنا شي دقيقه ونص، بدنا وقت فورا بمر معك بسرعه، بدنا نحكي عن انواع الانسولين، خلينا نضوي عليها بعد اذنك. ليا شغله كثير مهمه، نحن الانسولين موجود من زمان بالعالم، من سنه 95، يعني هلا صار له 21 سنه. موجود شيء اسمه مماثلات الانسولين اللي اسمه الانالوج، وعم نعتمد عليها ببلاد برا كتير كتير كتير. هلا هناك عندهم شركات تأمين، وأكثر شيء الدولة هي اللي بتغطي هالشركات التأمين. عم يصير عندهم عجز، إنه وقت عم يصير عندهم مشاكل من السكر، السكر المضبوط بيعيش حياته الشخص أو السيدة أو الآنسة، لأن تقول شخص يعني هو ذكر، نقصد شخص هون كل من كل الذكور أو إناث، إذا سكرهم مضبوط بيعيشوا حياتهم مثل أي إنسان تاني ما معه شيء. هدول الشركات التأمين بالعالم عم تغطي لهم الانسولينات المماثلة. ليش؟ تقول بدفع هلا انا اكثر بشوي، بعدين بيعيش هالشخص حياة كثير بسلام وبأمان وبرواء، ما بدنا كل سوريا يمكن احنا بنحبه انه يعيش بهالمثالية الحلوة. لازم يشوف طبيبه الانسولينات المماثلة موجودة ببلدنا. لسوء الحظ ما عاد توزعت بالمراكز، مشكورة وزارة الصحة، بس بسبب الأزمة ما عاد قدرت وزارة الصحة تغطي الإنسولينات المماثلة. بس نحن عند الأطفال، أنا بركز عند الأطفال، إنه بدنا جرعات صغيرة، وهي كل ما كثرت الكمية كل ما تكلفنا أكثر، إنه طبيبنا هو يوجهنا شو بدنا ناخذ أنواع من الإنسولين. في تركيبه جلارجين، ما رح أقول الاسم التجاري، أو تركيبه ديتامير، وفي أنواع سريعة جدا. إحنا حتى رجال الأعمال بنعطيهم أنواع من الإنسولين، في ياكلوا بالوقت اللي بدهم إياه، فيهم يصوموا حتى الشهر الفضيل، فيهم يصوموا وقت بدهم يصوموا، يعني بيعيشوا حياتهم ليه شخص ثاني ما معه سكر. نعم. دكتور اكيد يعني الحديث مع حضرتك ما بيخلص عن المرض. بدي اوجه انا نداء للاداره انه اعملوا الحلقه شوي اكبر حتى نقدر نكي من عيوننا. دكتور زياد زودي، احنا كثير بنتشكرك، واصلا انت من اهل البيت اكيد، ونحن اكيد ناطرينك بحلقات جايه، والاكيد اي حدا بحب انه يستفسر او يسال الدكتور اي سؤال اكيد بيتواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. شكرا كثير لك دكتور، وشكرا لكل نصيحه او لكل توعيه بتقدم لنا اياها. كان صباحي غير معكم اكيد. شكرا لك دكتور زياد زودي، اخصائي واستشاري في أمراض السكري. شكرا لوجودك معنا وللمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها.